للأقلام كم ملي؟ يفضل للشرح 3 ملي وللتمرين 2 ملي. آه. طبعا بالنسبة للإخوان المبتدئين ممكن يستخدموا أقلام جاهزة للكتابة سواء ماركة روكو أو غيرها في شركات ثانية. أقلام جاهزة 2 ملي 2 ملي أو نعم للتمرين. تمام. وعندنا طبعا هذا المبتدئ. صحيح. إذا تقدم الطالب في يعني تحسن خطه ومستواه ممكن نبدأ نستخدم الأقلام هذه. هذا طقم مجموعة رؤوس يعني في أكثر من مقاس في الطقم هذا. طبعا إذا الطالب تعود على الكتابة باثنين ملي بإمكانه يستخدم الثلاثة ويطلع أكثر من ثلاثة أو أقل من ثلاثة. طبعا هذا أقلام للمتقدمين. تمام. وفيها تعبئة. يعبي حبر. نعم تعبئة جاهزة أو إنه ممكن يأخذ الحبر لوحده وتيجي علبة زي المحبر يسمونه. تمام. إذا البداية بهذا القلم اللي هو 2 ملي الجاهز معبى وجاهز. طيب